مرحبا بكم. اليوم الناس الكل في قناتكم مساحة. اليوم نوف الورتاني يوجه عديد الاتهامات وانتقادات الأمين جارة بسبب مريم الدباغ، خاطر مريم الدباغ ما كانش معروفة. أمين جارة هو اللي طلعها في البرنامج، وهو معناها اللي اكتشفها الشعب التونسي. لكن اليوم نكتشفوا انه معناها مريم الدباغ تسب في الشعب التونسي وتقول عباد جاية من وراء البلايك، عباد معناش رجال في تونس. اليوم نوف الورتاني وجه اتهامات لأمين جارة، قال هو اللي طلعها الشخصية هذه في تونس وولت معروفة. لكن الصدق حلواس بكل صدق، معناها ما جاش في صف نوف الورتاني جامع أمين جارة، خاطر أمين جارة ما هوش مسؤول على كرونيكور ولا كرونيكوز. بعد ما يتم طردها من البرنامج قال اللي مرن من الدباغ الشعب التونسي هو اللي اعطاها فرصتها باش تولي تظهر، والعباد تحكي لها مادام يتبعوا فيها على انستغرام بصفة كبيرة ياسر. وكم وصلنا إلى نهاية الموضوع.